استكمالاً لمراسيم زيارة الإمام موسى الكاظم عليه السلام في بغداد، توافدت مجاميع زائرين لمرقد السيد محمد عليه السلام في أقضاء بلد، وأشاد الزائرون بالإجراءات الأمنية والخدمية والصحية التي وفرتها حكومة محافظة صلاح الدين. المزيد في تقرير الزميل عبد الجبار مهدي. جموع الزائرين يحيون شهادة الإمام الكاظم عليه السلام في مدينة الكاظمية المقدسة وسامراء المقدسة ومرقد الإمام السيد محمد في مدينة بلد وسط إجراءات أمنية وصحية محكمة، سيرا على الأقدام لإحياء الزيارة وسط تنسيق مشترك بين القوات الأمنية والحشد الشعبي الماسكي للأرض. بالنسبة للعمل داخل المرقد وحول المرقد، نجاح باهر للخطة الأمنية والخدمية والصحية. اتفقنا مع دائرة صحة قضاء بلد بتعفير المرقد وتوزيع الكمامات والإرشادات الصحية عبر مكبرات الصوت وكذلك المرصقات. بالنسبة للخطة الأمنية كانت ناجحة وبامتياز. نحن استقبلنا الزائرين والمواكب في مرقد السيد محمد عليه السلام وكانت بانسيابية عالية جدا. الحمد لله والشكر، بهذه المناسبة منذ 3 أيام والزوار متنقلين بين بعد أداء مراسيم زيارة الإمام الكاظم يتوجهون لزيارة الإمامين العسكريين في سامراء وكذلك الإمام السيد محمد في قضاء بلد من كافة المحافظات العراقية، والحمد لله والشكر لن يحصل أي خرق أمني، والقوات الأمنية موجودة في الشارع وبكافة صنوفها والحشد الشعبي المقدس، ولن يحصل أي خرق أمني، والحمد لله والشكر على سلامة الزائرين. وعبر الزائرين من كل المحافظات عن ارتياحهم لما شهدته محافظة صلاح الدين من أمن وأمان وخدمة وإكرام للضيف. تتوافد المؤمنون ويتوافد المؤمنات إلى مرقد الإمام السيد محمد ابن الإمام علي الهادي، ونشكر الأمانة العامة للعتبة في مرقد الإمام السيد محمد لما تقدمه من تسهيلات للزوار ومن غذاء ومن ماء وغيرها، وتسهيل الزيارة بحيث الناس تتواجد بكل بساطة وبكل سلاسة. رجعنا إلى السيد محمد سبع الدجيل لزيارته إن شاء الله في محافظة صلاح الدين قضاء بلد. الحمد لله نعم فضيلة الأمن وباسط الحشد والجيش والقوى الأمنية، إن شاء الله الناس الخيرين والناس المحافظين على البلد والأمن، إن شاء الله الأمن بصورة جيدة والأمور الحمد لله وشكر بصحة جيدة والحمد لله. الأمانة الخاصة لمرقد الإمام السيد محمد عليه السلام تعلن نجاح الخطة الأمنية لزيارة الإمام الكاظم عليه السلام وسط إجراءات أمنية وصحية محكمة. من قضاء بلد عبد الجبار مهدي، قناة صلاح الدين الفضائية.